العافية خويا. بدات نهار الخميس مع 9:30 ديال الليل، جينا مع العشرة، عشرة وقسمين، لقينا العافية هنا شدات فهاد الصف هذا اللي حنا اللي واقفين حداها دابا. بالنسبة للعافية ما عرفناش الأسباب ديالها كيفاش اش علاش، المهم جينا حنا مع سعود تبعهم، جينا هنا العشرة لقينا العافية شاعلة في المحلات. كاين بعدا بزاف الحوايج، بزاف العوامل أنهم باش تحبسات هاد العافية بعداك، منهم هاد القصدة اللي كاين الفوق، منهم هاد الحيوط هكا، حيت كان في الأول كان البنية عشوائي، كان القزير كتجي كانت الله يسر، كان القزير تلقى العافية شعلات أكثر من هاد، كل الخسائر في المحلات أكثر من هادشي اللي وقع دابا. الحمد لله بعداك كاين الحيط وهادشي، ورجال المطافي جاو تما داروا الواجب ديالهم، السلطات المحلية كلشي، والناس ديال السوق تما راه تعاونوا، حتى الناس اللي ما تحركوش اليوم المحلات راه تما جاو ساندو الجيران ديالهم وقفوا معنا، منهم هاد الناس كامل اللي كتشوفها راه تاعهم محروق ليه المحل وجاو وقفوا معنا وساندونا، مساك الله يجازيهم بخير. الخسائر كل ما تقدرش تحددها، راه كاين على حسب الستوك ديال كل محل وعلى حساب كل محل الانشطه اللي كيزاول. ندوي على راسي بعدا كان راه مشاو ليا ما كنسوي دايرين الثمن، وكاين السلعه الشونتيوات، حنا الا درتي شي دوره كتشوف المحلات اللي كيديروا هادشي ديال السدادير وديال هادشي، راه كيكونوا معلقين شونشيوات، كاين الحيطيه اللي كتكون طالعه ب 10000 درهم، الحيطيه كاينه الحيطيه ب 5000 درهم، كله على حسب. وكاين الناس اللي تضروا كثر، كاين الناس اللي تضروا كثر، كيديروا شي ديال الافريشه اللي جاهزه كتجي مستورده من برا، راه كاين الغرفه ديال النوم اللي كتكون دايره 25000 درهم، 20000 درهم، 10000 درهم. وكنشكر الناس ديال السلطه عامه، السلطه بجميع الانواع ديالها، الناس الوقايه المدنيه، ناس القوات المسلحه، الامن الوطني، قاموا بالواجب الحمد لله، امنوا. وثاني حاجه خسائر ماديه فادحه بالنسبه للناس، لا السي مصطفى بن داوود لا المحل السي خالد، حنا اول حاجه كنقولوا الله يعوضهم. ثاني حاجه حنا كنطالبوا السلطات انهم يكون حل، يعني تكون هيكله للسوق، ويكون اقل حاجه نتجنبوا من بعد الاخطار اللي ممكن تكون، حيت هذا الشيء ممكن يتعاود. هذا ماشي اول مره كتحال القريعه كيوقع فيها احتراقات عادي، راه كانت وقعت وحده في قديم، يعني عاودوا ليها الوالدين ديالنا، حنا ما حضرناش ليها، كانت في ظرف ساعتين ان السوق كامل مشى، دونك حنا ما بقيناش هذا الشيء، بغيناه يتعاود، بغينا حلول، بغينا السلطه تدخل تكون دراسه، يكون حلول يعني ميدانيه، يعني يشوفوا السوق شنو خاصو، يوفروا فيه شروط السلامه، حيت هادشي الله غالب، حيت ماشي الناس، يعني كاين اللي تقدر السلعه ديالو ب 200 مليون 300 مليون ويمشي بها كانه لم يكسب شيئا يوما ما، دونك خص حلول. واخر حاجه كنقول الله يعوض هاد الناس، انا كان الناس المسؤولين اول حاجه يوفروا مستلزمات اللي كتحتاجهم الوقايه المدنيه باش يطفيو مثلا هاد النيران، مثلا يكونوا قنينات ديال اطفاء النار يعني في المحلات، يكون يعني حلول بعدا وسط المحل، يعني يكون عندك واحد باش تعاون بعدا، اقل حاجه تعاون السلطه، حيت الناس ديال الوقايه المدنيه بوحدهم ما قادرينش بوحدهم انهم يقوموا باخماد بحال هاد الحرائق، كون ما تعاونوش معاهم الدراري ديال السوق راه كنظن انه الحريق يشد السوق كامل. الاضرار اخويا راك تشوفها على عينك، الاضرار كيفاش دايره، وما كاينش اللي غيعوضها سوى الله سبحانه وتعالى. وبالنسبه للسوق، السوق كنطالبوا السلطات والجهات المعنيه باش تنظم لنا السوق، والناس ما تبقاش خارج السلعه بزاف وتولي دايره الحد ديالها في الزناقي وداك الشيء، والكليان يلقى منين يدخل، وتي الا كان شي حريق ولا شنو هو لقاو البومبيه منين يدخلوا، ما بقاوش الزحام في الزناقي بزاف. هذا الشيء اللي كنطالبوا حنا، اما التعويض راه الله اللي غيعوض، حتى شي واحد ما يعوضوا شي حاجه. هذا هو اللي كاين. الخسائر الماديه ما كاينش اللي كيعرفها سوى مول المحل. هذاك الشيء كيبقى تقديرات كبار. فهمتيني؟ يقدر يكون غير شي حاجه قليله والناس كدير فيها بزاف. اما خسائر كيعرفها مول المحل، كيعرفها حتى شي واحد. هذا هو اللي كاين. مثلا غادي تقوموا بمراسلات الجهات المعنيه باش انهم مثلا. كاينين الناس خدامين دابا، كاين الناس كيهضروا علينا دابا، حنا ما عارفينش شكون كيهضروا علينا. اللي غيقادوا التنظيم ديال الزناقي وغنديروا فيه كاميرات ان شاء الله، هادشي اللي قالوا حنا ما عارفينش. هادشي اللي كاين اخويا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.